إنه اليوم العالمي لمرضى القلب الذي يحتفل به في جميع أنحاء العالم. هنا مدينة المحلة الكبرى، ماراثون شبابي جاب شوارعها للتحذير والتوعية الصحية من أمراض القلب المنتشرة. القاتل الأول هي أمراض القلب، وهم وجدوا إن إحنا لو تجنبنا عوامل الخطورة في أمراض القلب هنحمي 80% من المصابين بأمراض القلب. نحو 17 مليون شخص على مستوى العالم هم ضحايا أمراض القلب، منهم أكثر من 57% فقط بمنطقة الشرق الأوسط. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإنه من المتوقع أن يصل عدد وفيات أمراض القلب إلى 23 مليون شخص سنويا بحلول عام 2030. نتيجة عدم الوعي لدى أفراد الأسرة وانتشار الفقر والأمية والبطالة وما إلى ذلك من مشاكل، فبيحصل إهمال هنا في الحلق، فبينزل ميكروب السفح من الحلق إلى القلب أو للمفاصل، يعمل روماتيزم قلب أو روماتيزم مفاصل. الطفل لما يبتدي يسخن نبتدي نعمل له إيه؟ على أساس إن السخونية طبعا بتبقى هي الأساس في الروماتيزم القلب، وهي اللي بتسبب له في النهاية إن الطفل في النهاية لما بيكبر بيعمل عمليات القلب اللي احنا شفنا نسبتها بقت عالية جدا جدا العمليات دي. وفي مثل هذا اليوم من كل عام في مدينة المحلة يقام كشف طبي على الأطفال للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب عن طريق جهاز للموجات الصوتية، إضافة إلى ندوات للتوعية الصحية وكيفية الوقاية من أمراض القلب ولا سيما عند الأطفال. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم.